أصدقائنا الأطفال ومشاهدي قناة 4Kids مرحبا بكم. إذا ما زلنا متواصلين في هذه التغطية من قناة 4Kids وهذا البلاتو وهذا المهرجان الخاص بالبيتزا والباستا في طبعته الثانية هنا بمنتزه صابلات بالجزائر العاصمة. نحن نقول لكم احنا الأجواء، الناس اللي مازالت ما حضرتش جي تحضر معنا، جي تزورنا وإحنا رانا في استقبالكم. قبل ما نروحوا نتعرفوا على أول ضيف لعدد اليوم من هذا البلاتو، خلونا نروح نشوفوا الأجواء مع العائلات والأطفال ونعاودوا نرجعوكم، ابقوا معنا. إذن كما شفتوا مشاهدينا وأطفالنا الصغار، كانت هذه الأجواء مع العائلات الجزائرية والأطفال يوم حاضرين معنا في مهرجان وأيام بيتزا والباستا في طبعتها الثانية، هذا المهرجان الدولي الأضخم في إفريقيا. وقناة 4Kids كما شفتوها راهي حاضر باش تضمن لكم هذا الأجواء ونتعرفوا مع المساهمين اللي راهم حاضرين، ومن بين هذا المساهمين هي شركة كام اللي راهي حاضرة بالمنتوجات نتاعها في الجناح نتاعها في هذا المهرجان. وباش نتعرفوا أكثر على هذه المنتوجات وعلى مساهمتها ومشاركتها في هذا المهرجان، أسعد باستضافة السيد عبد السلام بن عمراوي مسؤول تسويق بشركة كام. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. الله يسلمك، يعطيكم الصحة على الدعوة هذه. مرحبا بك. إذا قبل ما نحكيوا على المنتوجات، عرفنا شوية على شركة كام. شركة كام هي علامة تجارية جزائرية. نخدموا ليستونسيل دو كويزين بروفيسيونيل، نعم، معدات المطاعم والفنادق الكبرى والمطاعم الكبرى. تقريبا عندنا 4 محلات في الجزائر العاصمة، محلين في وهران، محلين في ولاية الجلفة، ومحل في قسنطينة. هذه المحلات كامل فيها جميع المنتوجات اللي راكم تنتجوها على مستوى الشركة. نعم، يعني كامل متوفرين، كامل يعني عملية التوزيع راهي متوفرة في كامل نقاط البيع تاعكم. نعم، على عبر الولايات. نعم، واضح. إذا شركة كام علاش خيرت أنها تشارك؟ هو على بالنا باللي الموضوع تاع المهرجان هذا هو البيتزا والباستا، وانتم أكيد حسب المنتوجات نتاعكم هذا هو التخصص تاعكم بالذات، يعني كيفاش راح تستفاد شركة كام من خلال مشاركتها في هذا المهرجان؟ هي في الحقيقة شركة كام بالنسبة للشيفان معروفة عندهم، لأنه الشيف دائما وش يحب ولا وش يختص وش يحتاج في التخصص يحتاج يلقاها عندكم، يصيبوا عندنا احنا كام. ما لقونا احنا يا ما شاركناش في الطبعة اللي فاتت، بما أنه المنتوجات توانا شاركوا صحنا يا ما كنتوش حاضرين، ما كناش حاضرين، لكن طبعا هذا الثانية راكم حاضرين انتم شخصيا في المهرجان. والحمد لله بفضل ربي ودخلنا لهذا المهرجان الكبير الإفريقي هنا الدولي، والحمد لله يعني كان عندنا استقبال، ومام اللي شاف عجبهم الحال كي دخلنا معهم هنا يا حضرتوا معهم ولقاوكم. اذا نتعرفوا شويه على المنتوجات نتاعك او تاع الشركه، عفوا شركه كام، عرفنا شويه على المنتوجات اللي راهي متوفره على مستوى الشركه. اذا احنا المنتوجات اللي عندنا نبداو شويه بالقديم ومن بعد نروحوا شويه للجديد. لي براميكسر اوكي. كيما عندنا حنايا اللباس تاع الشيف، معروف الشيف دائما كل ما يكون لابس مليح ويكون روحه آلاز راح يكون يطيب مليح. أكيد. ويطيب وحتى آلاز. الاستقطاب يكون اكبر للزبائن. في الخاصية عندنا في اللباس عندنا جميع الألوان اللي يحتاجهم الشيف. خاصية تاعنا في اللباس أنه أونتي فو، مام لو كان تقيسو ضد الحرائق، يعني ضد الحرارة قيسو شوية، مام لي بوطون تاعو فاسيل، لأنه الشيف يكون في ضغط كبير يحب يخرج ولا يحب هذيك تاع القفله ولا ما يقدرش. نعم، يعني هذه اسهل في في النزع كي يكون يفتح ولا يغلق. واضح. مام المونش تاعو يحب يعني يديروا صيفي او شتوي ولا طويل حسب الموسم اللي راهو فيه. انا عمي
وخاصيتها خفيفه والتيسي تاعو ما شاء الله مام الشيف عجبو تسمى التوسي. حنا دائما عندنا كي نجيبو منتوج لازم ندوه لازم تعرفوا الفيدباك كيفاش راح يكون من عند ندوه للشيف يشوفوا وكذا اذا عجبوا وكذا يكون كاين استحسان تكملوا فيها اذا ما كانش استحسان تحاولوا تعدلوا محبسو. يعني انتم ديما الزبائن اراء الزبائن عندها درجه كبيره ولا انتقاء من طرف المنتوجات نتاعكم. نزيدو نكملو نشوفو المنتوجات الاخرى. عندنا ثاني منتوج جديد اللي هو البراميكسور. براميكسور باميكس هذا يا باميكس عنده خاصيه انه لا غارونتي تاعو افي موتور غارونتي افي. عنده خاصيه جديده اللي في الجزائر لانه هذا يا بروفيسيونال. عنده الخاصيه تاعو ثاني يدير لو غلاساج ميروار الجماعه تاع لا باتيسري دي غلاساج ميروار يخدم لي صوص ميزون يخدم لي صوص طوماط تاع لا بيتزا مام لا مايونيز يعني من جميع حاجه اللي حاب يخدم بها يقدر يخدم بها بهذا المنتوج هذا. بخلاف البراميكسور واش عندكم ثاني؟ عندنا لي بال بيتزا اللي يقدر يجبد بها البيتزا من الفرن يجبد بها من الفرن. عندنا مام الصحن لي زاسيات تاع بيتزا. عندنا لي بوتي مايونيز عندنا لي سيبور يعني كل حاجة عندها علاقة بالطبخ ولا بالبيتزا لأن رانا في أيام بيتزا والباستا راهي متوفرة عندكم على مستوى شركة كام جميع يعني احنا دائما اسمه أوتيل ريستورون باتيسري بيتزيريا مقهى كاترينج يعني تريتور ولا من جميع المعدات موجودة عندنا متوفر. في المحل لا نحب نعرف الآن تعاملات مع العائلات الجزائرية كيفاش كان الإقبال على الجناح تاعكم هنا على مستوى المهرجان وش هي أكثر ممكن المنتوجات اللي راهي مطلوبة من طرف العائلات الجزائرية. خلينا من اللي شاف يشاف على بالنا وش يحبوا العائلة الجزائرية حاب نعرف وش راهم يدومونديو عليكم بزاف. العائلة الجزائرية كان في وقت فات ما يتبعوش لاكاليتي كانوا يتبعوا دائما السعر نعم سما يشري السعر منخفض نعم. الان العائله الجزائريه ولات تحب المنتوج تحوس على الجوده تحب الكاليتي والجوده وما يهمش السعر لانه الجوده وحنايا دائما الجوده دائما من جهه الصحه دائما منتوج صحي ولي يدوم يعني ماشي خطره ماشي زوج دائما يعني هذه اولوياتكم في نعم. العائلة الجزائريه الحمد لله لان ولينا ما نخدموش غير مع البروفيسيونال مام العائله الجزائريه في المنزل يدو من عندنا المنتوج. داكور الان قبل ما نختم معك ممكن تقولنا مثلا اذا كاين عندكم مشاريع جديده ولا منتوجاتكم تخدموا عليها ولا كش ما عندكم نوايا انكم تحسنوا ولا تزيدوا تطوروا من المنتوجات اللي راهي عندكم يعني مستقبلا. ان شاء الله مستقبلا يعني نقاط الزبائن دائما هما على راس يعني المنتوجات تاعنا. داكور اي منتوج فيه يعني ريكلاماسيون ولا راح يحبس ولا يتطور يتحسن. اذا ما تحسنش راح يحبس ما نزيدوش نكملوا فيه ونحاولوا ان شاء الله باذن الله ويعني وفقنا ربي ان شاء الله ان شاء الله كيما بدينا راح نزيدوا اكثر فاكثر حسن. ونكونوا ان شاء الله على الشيء في 58 ولايه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عند كلمه ختاميه من هذا المنبر من بلاتو قناه فور كيدز المشاهدين راهم يشوفوا فيك واش تقول للعائلات اللي مازالت ما جاتش مهرجان بيتزا والباستا ومازال ما جاوش الجناح شركه او علامه كام؟ اولا نشكر قناه فور كيدز مرحبا بك على هذه الاستضافه هذه يعطيكم الصحه. ثاني حاجه العائله الجزائريه اللي مازال ما لحقتش يعني راه مازال كاين الوقت حتى السبت ان شاء الله القادم ماذا بينا يزورونا ونعطولهم يعني كما يقولوا حنايا حاجه اللي ترضيهم ان شاء الله ان شاء الله وما من المهرجان راه ما شاء الله او عنده اقبال الله يبارك ويعني من تنظيم ما شاء الله ماشي من يعني هذه الطبعه احنا الاولى لنا وهي الطبعه الثانيه هي الطبعه الثانيه. نشكرهم جميع المشاركين ويعطيهم الصحه ويعطيكم الصحه انتم على مرحبا الاستضافه هذه يعطيك الصحه. احنا الان دوكا راح نروحوا للمستر براوني راح يجي لعندكم الجناح تاعكم راح تتهلاو فيه في اللباس تاع الشيف ويروح للعلامة أخرى من بين المساهمين اللي حنتعرفوا عليها بعد هذا الفاصل. راح نشوفوا الأجواء كيفاش راح يطيب لنا مستر براوني واللباس تاعكم اللي راح يكون حاضر في هذه الورشة إن شاء الله. مرحبا بك. إذا كما سمعتوا مشاهدين أنتم عبر شاشة فور كيدز ما زلنا في هذا التغطية نروح نشوفوا مستر براوني اللي راح يروح للجناح علامة كام راح يرتدي لباس الشيف وراح يروح لعلامة أخرى من بين المساهمين اللي ما راحش نقول لكم نقول لكم عليها عفوا الآن راح نتعرفوا عليها من بعد هذه الأجواء بقوا معي.
مرحبا بكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه فوركيس. كما قال لكم صديقي رؤوف، راني عند كام. علاش راني عنده؟ حبيت نولي شاف، نلبس اللبسه تاعهم من قيس، نشوف واش عندهم لداخل. تبعوني، ما عندناش الوقت بزاف. هيا هيا اروح اروح، شوف شي والله اللبسه تاعي والله هاي هنا. ايه ولا غير عندهم بزاف. اوه شوف شوف اواك احلى مليحه. واش رايكم؟ حطا شيف براوني بيان سور. شوف 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 عندهم هنا. اوه هذه جماعة المايونيز، هريسة تعرفوا، كيتشوب، صوص الجيريان. عندهم تشينا جماعة. ترى وجد بيتزا راهي واجدة. كاين الروبوات من كل الوان، ها اخضر اسود احمر رمادي احمر ابيض. عجبتني واحد الحاجة انا، هذه شنو تشابا؟ لا لا هذه يرفدوا بها البيتزا. جماعة نتلاقاو ليها باش نطيبوا البيتزا. هيا كما شفتوا رانا عند سوسيمي، واش راهم يديروا ما على باليش. ريحة المكرونة يا جماعة. اوه واقيل باستا، واقيل واقيل كاين باستا. شوفوا واش كاين. فتح لي الباب. السلام عليكم. خلطي خلطي مليح، خلطي مليح. ندخل 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 ديري، فتح لي الباب. صافي هذه. السلام عليكم. اوه السلام عليكم مستر براوني، مرحبا بك، شرفنا. صافي بليزير. واش راكي؟ مرحبا بك معنا. يو عموك عموك هشام، عمو هشام اعطيني ميكرو للطفله. هاي والله انا جبت هذه معايا شاف، جبت هذه معايا، قالوا لي كاين البيتزا هنايا اليوم، كاينه الباستا. باستا باستا معنا ما نديرو بها هذه. ومن بعد هذه بالك نسحقوها في البيتزا. تحقوها في البيتزا. صح. واش عندنا اليوم عمو هنايا؟ باستا. واش عندنا؟ باستا. باستا تي واسمك؟ إيلين. إيلين هاكي. أوه شنو يدير هنايا سكالوب؟ قال طيب سكالوب، راح دير لنا باستا تشيكن ألفريدو. واسمها؟ تشيكن ألفريدو. الله الله. تشيكن ألفريدو باستا. أنا نحب نعرف هذا المكرون تاع سوسيمي. وزدت له لي زانغريديون الداخل. دونك الحاجه الاولى راح نطيبوا لي بات تاعنا بلا باتي نعرفوها كامل. حطينا الماء يغلي بيان سير، حطينا شوي حبق بازيليك، حطينا زوز ريسان ثوم كسرناهم وحطيناهم، درنا شوي ملح باش يعاونوهم في الطياب. وراح نديروهم هذه، راح نديروها سلط ما حناش راح نطيبوها، هذه راح نديروها فروا. وبعد هذه راح نديروا حاجه شوط. ما هذه اللي حاضره بالبوجغللو؟ هذه البوجغللو. نو مش بوجغللو. نو شفت الموديل تاع الباستا اسمه اسكارغو. ولا عبات لي بوجغللو تجي تعطيك بوجغللو كما يقولوا له بالبوش. بالبوش لا لا، هي المقارون يشبه البوجغللو. شو اكزاكتومون تاع سوسيمي هنايا شباب، بحال واسمو حلزون. سوسيمي حلزون بنين بزاف. يا عندنا بزاف لي فاريتي فيها، اللي هي كاينه اسكارغو حلزون، عندنا بيني، عندنا سباغيتي، عندنا تاغلياتيل، عندنا طعام طعام، عندنا فوزيلي تاع الروسول هذه. اوه هاي مليحه، عندهم فاريتي بزاف شابه، وعندهم لافارين والعفايس الاخرين والبنة بيان سور. بيان سور بيان سور. ومازال واش راهي دير دوكا؟ واش راك دير؟ طيت البولي. طابت شويه ولا مازال؟ لا كاين الريحة. كاين البنة. شاف هذه شاف صغيرة. شاف إيلينا. شاف إيلينا. صح. دوك واش نبداو نديرو نوزدو؟ دوك واش راح نديرو؟ راح نصفيو لي بات تاعنا. اوكي. راح نصفيوهم من الماء. شو سخونة سخونة. أرواحي منها إيلينا، أرواحي منها. بشو عطينا صفاية. أيا جوج شاف جوج. أي. إيلينا طيبيهم مليح من ثما. إيلينا تهلاي تهلاي. اصبر بيشو صب هاك. اي لا تهلاي. ده
دابا. حركي حركي حركوا غير بالعقل حركي ساق إلينا خلطي مليحة إلينا لا بنينة بنينة مازال مازال أنا عندنا هذه الطوماطيشة كل هذه مليحة خيار صغير هذا كونكومبر بيبي كاين الصغير هذا وكاين الكبير مازال ما ذقتش هذا ولا ندوق وهنا طوماط فريز زيد ذوق هذه لا بنينة تنتكل ديرك يا سير كاينه جماعه بنينه زمحونا لا غالبا شويه تيعان ما قدرتش نصبر حتى طيب الباستا تاع صوص هيماني ميت بالشر واش نوت الضحك سلام صباح نتو هذه هي مستر بروني راه مو طيب معنا شويه عطيني ندير كشحات عطيني اروح لي تشوف احكم المقلب لهنا نقدم لكم الان الشيف براوني يا شوغا دونك هذه هكا درنا شوي زيت في المقله هذيك مستر براوني فوق هكذا غير شوي شاف فور كيدز مستر براوني حاضر معكم هنا طيب هاي الهير خلط خلط يكفي ولا نزيد مليحه 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 عطيني كش ما نطيب بصل دونك خلي تسخن المقله تاعنا مليح ديما وين نحطوا الزيت نخليو المقله تسخن داكور ومن بعد ندير لك شويه بصل ومن بعد نحطوا شويه بصل ايلينا سي بون خليه يتقلى مليح عطيني باش ندير البصل اصبر شوف نعطيك واحد العفسه مليحه بزاف هاي اوه نبدو لاباليز المليحة الشابة هذي يا محينك شوفوا عندو باليز هاتي نوري هذا الله عارف باليز يا محينك فيها غير المغارف المواد الفراشة ما نصحكم تشوفوا اش كاين الداخل تنخلعوا يا محينك باليزة متنقلة هذي اه وي لازم اي شاف لازم يكون عنده سمعت عندها كيما الالوان وي سخنت شوية الزيت ولا ما سخنت سخن شحال ندير؟ دير نص هذيك لا موطي تاعها هكذا يعطيك الصحة وكدت الجبنتها ري بيان ري بيان زيد شوية يعطيك الصحة سي بون برافو يعطيك الصحة مستر براوني هكذا خلطها شوية قلت لكم راح نولي شاف براوني ما حبيتوش تصدقوا سيداتي لازم تخلي البصل مليح حط شوي ملح مستر براوني يكفي هكذا يكفي زيد هذه فيها واحد لاستيس ملح عبز هكذا طق طق هيا روح شوف شوف شوفوا شوفوا برافو يكفي دركا ايلينا انت دير لنا شوي ثوم يا شوي ثوم في البولي درتو كامل مليح 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 الثوم تري بيان برافو يعطيك الصحة إلينا يعطيك الصحة أوه سبقوني البصل اللي طيب فيها أنا بنين بزاف تنجم تاكل البصل بالخبز وحده هذا تا المهم كي راني طيب فيها أنايا خلطي مليح تري بيان حط في النار لازم ديما تحطها في النار هكذا زيد لها مازال تقلى زيد لها شوي خليه تقلى مليح باش طيب حتى تولي كاراميليزي صوصي مي راه يستنى فينا باش نقليو له البصل او يستنى برافو صدقوني اول واحد راح يذوق انا هو إلينا خليها دركا دركا واش نديرو لها نخليوها شتي نسناو البصل البصل لازم نخلو لازم نحركوه ما يبقاش حابس بيان سير شاتو كاين ما يتحركش إلينا واش نديرو نخليوه ينشف من الجي تاعو واش نزيدو نديرو له كي يكمل شيف براوني ولا مستر براوني راح يحط لنا لونيو كاراميليزي هذا هنا مع البولي كل ما نحط كريو ان صوص ان صوص كريماز اونكتياز لو كان ما نحصل البصل تاعي الصقالو تاعك ما يجيش بنين ما تكونش البنه
جات معنا الشيف عطيها للميكرو عطيها للميكرو تما هاكي الميكرو ماشي البصل دوكا انت خدمي انيماتريس سقسيها وسمعها سقسيها رحمه جوز شاف هاكي سقسيها خدمي سقسيها قولها وس رحمه اسمها رحمه مرحبا بك رحمه راهي معنا شاف واحد اخرى جات وسمها رحمه رحمه وريهم باللي جيتي شاف دوكا سكالوب تاعنا راه يطيب كما على بالكم اعزائي المشاهدين واش دار له شاف هنايا كما قال لك ايني طيبت سكالوب ستيكاتو مليح وزدت له شويه لي زانغريديون بيان سور اللمسه تاعي اللي هو البصل اللي حطيته جابنين بزاف دوكا راح نخلطوه باش ينشف شويه نورمالمون باش ينشف شويه دوكا شاف ينشف شويه باش نقصوا له شويه ماء ونقصوا له الماء هذه والله ومن بعد هذيك هاديه ايه الصوص تاعنا بنينه اخر حاجه اللي يديروها هي لا كريم فراش مي مازال شويه مازال شويه ومعك هذا يروح للمقارن بيان سير ايا شاف حبيت نسقسيك شويه كاين بزاف عائلات راهم حاضرين اليوم هنايا مرحبا بهم كاين بزاف ولادهم يحبوا المقارون احنا نقول لهم جربوا مقارون تاع سوسيمي واش يعيطوا زعما وشنو هم الصوالح اللي يقدروا يديروهم زعما ديكور ولا كاش فايس باش ولادهم يحبوا ياكلوا المقارون كاين بزاف اللي ما يحبوش ياكلوا لي بات يحبوا غير الصوالح الحلوه شوف انا نوصيهم فهمت نوصيهم فرد وصايه هي يديروا لي بات تاعهم صوص بلونش ولا بالبار بالزبده والمعدنوس اوكي هذوك ملاح بزاف باسكو انا عندي اكسبيريونس في لي ريستورون لي بات او بار يمشيو بزاف في ريستورون يحبوهم ولا صغار فهمت بازيو لهم على لي صوص بلونج تو سكي حاجه بالبولي راح ياكلوها ميم لي صوص روجا ميم لي صوص روج لي صوص روج تقدروا ديروا لهم انتوش باغ اكزومبل زيدوا لهم بازيليك زيدوا لهم طماط سوريز زيدوا لهم اي عفسه تاع تيري تعطيهم باش ياكلوها اوكي باسكو العائلات راهم هنايا كاين بزاف العائلات ما شاء الله عليهم اللي جاونا نسخ 58 ولايه كل ولاياتهم حاضرين معايا معنا هنا عندهم عندكم هنا في سوسيمي فرحانين بزاف لانه شافوا الشاف حسام بيان سور هكذا باش راه معنا مستر براوني ومعنا الفتيات ومعنا ايلين ايلين واش تقولي العائلات اللي هم حاضرين هنايا قولي لهم حاجه في الكاميرا العائلات هادو قولي لهم مرحبا بكم مرحبا بكم طلعي الميكرو مرحبا بكم مرحبا بكم قالت لكم ايلين مرحبا بكم ابدا يتقلى شويه خلي زيد شويه برك هكا اعزائي المشاهدين نقليو المقارن تاعو نتلاقاو في ليطاب الاخرى رانا درنا له شويه في الحكي ما راكم تشوفوها وليك المقارونه الشاف دار لها الخضروات دار لها شويه خيار شويه طوماطيش حمراء هذه طوماطيش طوماطيش اورانج زيد لها شويه حبقه بابا قال لك السر تاعو في الماكله تاعو كي يطيب الحبق ياه الحبق البازيليك عندنا المايس عندنا لاصوص بيستو لاصوص بيستو دوك شنديرو زيت شويه حبه ودوك واش نديرو نخلطو اروح نخلط اروح خلط الشيف خلط وخلط هكذاك الشيف اوكي المقارونة تاعنا راهي قريب توجد وانا الاولى اللي راح ندوقها مقارونة سوسيمي انا الاولى ناكلها فيها فرماج تصرفنا الفرماج على فان باش نعطيك شوف اللقطة الجميلة راح ندير الفرماج انا اليوم اروح اروح منا باش نحوت شو هذيك نحيو هذه اوكي هكا 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 هكذا هكذا خلط هكذا لا هكذا سكرب هكذا 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 خير هكذا اها اوكي ها شوفوا واش براوني بس تي حق ربي غير انا شاف صايب هذو كاع مواهب كانوا عندي ما كنتش على بالي بهم على بالكم خيار ديرها كامل ولا غير شويه ديرها كامل دير نبقى ناكل شويه راك فاهم خلي شويه برك
خلطي إلينا خلطي. فقط داش واش بك تايا ها ليلا ها سي بون دي خلطي خلي تغلي هذا ما قوليش بعد تجيبوا لا كلام جيبوا لا كلام فراش خلطي ها هاي واحد واحد خلطها هاي واحد او شوفي 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 خلطي خلطي مازال شويه هكذا خلي تغلي مليح هكا تغلي مليح بعد صبوا لك الفراش تاعها هاي تخلط هي اعطيها هذه خير هذه نعاونها شويه نعاونها عاونها عاونها شوف هيا روحي خلطي مليح بصح شد يدك منها هكذا ايه صوري لها الشاف وري لها وري لها الشاف هيا زيد نخلطها شويه تاع لا سالاد اللي راح تكون بزاف شابه راح تكون ديغيستاسيون جديده اللي هي هذه حطوها في هذه وثانيك حاجه شابه الشاب يبانوا فيها بزاف لي كولور بيان سير تسمى كاين الروج الاورانج الفيغ باستا اكزاكتومون شويه صوصي مي مقارون بيان سير بيان سير انا خلط شويه انا خلط شويه والو والو ما عرفتش كاع نخلط انا نخلط شويه انا خلط شويه والو والله ما بغات تعطيني انت معاها واش حاب ما خليتش نخلط شويه شويه واش دارت تماك شاف واش دارت؟ دارت لك كلام فراش؟ ايه كيلبتوش لاصوص تاعنا جماعة المقارونة تاعنا تاع الصوصيمي غير تلحق وانا باش ناكد لكم من دوكا انا الاول اللي لازم ندوق هاكي حركي كملي خلطي حنت يدي عباكم البصل اللي طيبته انايا زاد بزاف البنة صح كما شي البصل تاعي بس الزبل تحت تطلع هاك طق 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 تحت تاهي سبا ما نقدرش ندوقوا هذا حتى نديروا البصل ما نقدرش ندوقوا حتى نديروا سكالوب هذيك ندوقوها هذيك سي بون هذيك هي واجده على الصاله تاعنا من صح هذه دوك نديروها في هذه هنايا دوكا باش واش نديروا نظموا منها الامور واش نبداو نحطوا في الاخر ونذوقوا الينا هو انا الاول انا الاول اللي ندوق صح مليح واش الباص هذه دوكا راح نديروا فاصون بزاف شابه راح نديروا فاصون تاع لا سالاد تاعنا كيف بريزونتيو اون سي جامي عندكم عرس ولا جاكم ضياف على غفله ولا خطبه ولا جو سي با واش ديروا تيبو ورقه سالاد كيما هذه لا سالاد تاعنا واجده واش نديرو لها شاف براوني نديرو لها المقارون تاع صوصي مي اللي وجدناه اوكي هكا با 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 تشوف هكا براوني اللي تشوف هكا ها كنت تشوفو لازم لاتوش لاتوش تاع لاتوش جماعة راهي تشهي من دوكا تشوف كيك تشهي من دوكا قدام راح ما سمحي لي تشوف دقيقة غادي نشوف من لهنا هروح شرفنا هاي ذوقوا تاع الاول نعاودوا نعاودوا صرات غلطه الصوص بليل مع الميكرو يا هاي واش الشاب يعطيك الصحة العائلة تنصحكم باسكو بنينة بزاف كما شفتوا أعزائي المشاهدين اليوم كنا عند صوصيمي ماشي وحدي مع الشاب حسام عطولو تحية كبيرة
يعطيك الصحة شيف حسام على هذه المكرونة. شرفتنا اليوم وإن شاء الله تكون عجبتهم لاروسات. ما بالأطفال ما عجبيني كرام يخدموا معنا. عجبكم الحال. نروحوا عند عمو رؤوف ونعاودوا نشوفوا الأجواء تاع الأطفال وش راهم يديروا هنايا. إذا كما شفتوا مستر براوني وعلامة سوسيني هذه العلامة اللي راح حاضرة معنا هنا بمنتوجاتها في مهرجان أو أيام بيتزا والباستا في طبعتها الثانية هنا المهرجان الدولي الأضخم في إفريقيا، حضرت معنا وراهي مقدمة العديد من النشاطات والورشات للعائلات الجزائرية وحتى للأطفال اللي حاضرين معنا. بس قبل ما نروحوا نتعرفوا على الورشات وبعد ما تعرفنا على الطبق اللي حضروا مستر براوني مع الشيف تاع سوسيمي، أسعد باستضافة السيد أحمد حمداني مسؤول مبيعات وسط لشركة سوسيني. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. شكرا على الدعوة. الله يسلمك. إذا كما شفنا مستر براوني كان في سوسيمي وين درتوا هذه الأطباق لكم تقدموها الأطفال ورشات. خلينا أول شيء نتعرفوا على شركة سوسيمي أكثر للمشاهد. احنا شركة سوسيمي متخصصة في صناعة العجائن والدقيق القمح من عدة أنواع، القمح الليون والقمح الصلب بمختلف الأحجام والأنواع. بالنسبه للمبيعات التوزيع تاع المبيعات راهي في 58 ولايه. احنا الفريق تاعنا يعمل على كما نقولوا احنا تحقيق توزيع في 58 ولايه بجميع انواع منتجاتنا. عندنا عده احجام وعده انواع من العجائن، وايضا عندنا الكسكس وكما نقولوا احنا والدقيق، وكما نقول احنا عندنا الفارينه والفارينه بعده احجام وعده انواع. احنا نحكيوا على المشاركه احنا في المهرجان، بما انه سوسيمي راه لو تم تاعها ولا التخصص تاعها تقريبا راهو قريب الموضوع المهرجان اللي هو البيتزا والباستا. انتم راكم متخصصين اكثر شيء في الباستا وعندكم ايضا الفارينه اللي نديروا بها البيتزا. حكينا شويه على المشاركه تاعكم فيها. احنا المشاركه تاعنا هنايا كانت عندنا بون واسمه لافور هنا تاع الباستا والبيتزا، يعني مختلف للشاف ايطاليا اللي جاوا والزوار راهم يجوا. احنا عندنا ثقه في المنتج تاعنا، ومنه احنا نحبين نبرزوا للناس باللي عندنا نوعيه وانا نواكبوا كما نقولوا احنا في الطالب تاع العجائن اللي راهو صارين لهنايا. تما عندنا عده انواع جديده واللي تواكب متطلبات المستهلك الجزائري. نحكيوا على الانواع الجديده، تحكي لنا عليها شويه للمشاهد. الحاجه الجديد رانا تفرعنا في انواع باش نكونوا نعرفوا. عندنا لي بات كور، عندنا لي بات لونغ، وعندنا لي بات سبيسيال. حنا في لي بات لونغ عندنا ثلاث انواع اللي هما سباغيتي رقم 7، سباغيتي رقم 5، لانغويني. لي بات سبيسيال انا بدينا بطاكلياتيل اللي هي من القمح الصل 100%، وباش يكون في علمكم باللي منتوجات سوسيمي 100% من القمح الصل، يعني 100%. وعندنا هذه بالنسبه لهذه وايضا وكبنا كاين متطلبات تاع السوق تاع لي بات كومبلي. تما عندنا نوعين من لي بات كومبلي اللي صحاب رياضيين ولا صحاب ريجي ولا ما يحبوش السكريات بزاف، عندنا لي بات كومبلي ثاني بالقمح الكامل. نحكيو شويه على لي زاتولي اللي عندكم. لي زاتولي درنا حبينا نقيسوا مختلف طبقات فئات المجتمع. نعم. يعني عندنا الامهات الاباء والاطفال الصغار، يعني الجيل الصاعد اللي راهو هنايا. انا حابين نرسخوا له سوسيمي باش كي يكبر يتفكرنا، يكون كبر مع سوسيمي. هذه هي كيما احنا كبرنا مع علامات اخرى، احنا الجيل الصاعد هذا الهدف تاعنا معاه، كي يكبر يتفكر سوسيمي. يعني كما نقولوا احنا ريكروتيو مستهلك جديد لينا. كما شفنا مع مستر براوني اللي كان حاضر معكم، حضروا طبق من لي بات للباستا والاخر. لو كان تحكي لنا على المشاهدين اللي يشوفونا العائلات، واش راك موجدين لهم الايام القادمه ان شاء الله على مستوى الجناح؟ احنا عندنا ديزاتولي كي يبدا المهرجان من السادسه مساء. عندنا ديزاتولي تاع الرسم وعندنا ديزاتولي تاع تعريف لي بات، يعني كاين بزاف انواع البيني وطرصادي باش الناس يعرفوا، الاطفال الصغار يعرفوا واش معناهم، باسكو ماشي غير مقارون كاين عده انواع. كاين انواع بزاف، حتى الاستخدامات تاعهم تختلف، طريقه الطهي تختلف. وعندنا الشاف ثاني اللي يجاوب على الاسئله تاع الزوار كيفاش يطيب هذه، باسكو كيما نقولوا احنا كل بات عنده كيفاش لا ريسيت تاعو، كيفاش الذوق تاعو. تسمى الشاف ثاني او يجاوب على الاسئله تاع الاستفسارات نتاعهم. قبل ما نروح نعاودوا نرجعوا للجناح تاعك نتاع سوسيمي باش نشوفوا الاجواء مع الاطفال وفي الورشات، تحب تقدم كلمه ختاميه للزبائن تاع سوسيمي ولا حتى العائلات اللي تحب تحضر للجناح؟ حنا كما نقولوا نشكر المستهلكين تاع سوسيمي، نقولوا على الثقه تاعهم، ونتمناو اللي مازال ما ذاقوش باستا سوسيمي يجربوها بدون اي تردد. مرحبا بهم، ولا يجيو يجربوا عندكم، هاي نقولها هذيك. مرحبا بهم، احنا رانا متواجدين حنا حتى نهار يوم السبت من 6 ل 12 تاع الليل ان شاء الله.
مرحبا بك. يعطيك الصحة على حضورك. وحنا الآن راح نروحوا نحن والأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا والعائلات اللي تشاهد فينا عبر شاشة 4Kids، نروح نشوفوا سوسيمي واش راهي دايرة للأطفال الصغار، نروح نشوفوا الأجواء ثم مع منسر براوني مع الرسم نتاعهم واش راح يديروا إكزاكت، راح تتعرفوا عليها بعد هذا الفاصل القصير، بقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، كما راكم تشوفوا رانا مع الأطفال هنايا عند سوسيمي، واش رانا نديروا؟ واش راكم ديروا؟ نلعبوا. ولا بغيك تعيط؟ ما تعيطش، واش راك تخدم هنايا؟ سلسلة مقارون. سلسلة مقارون؟ ومن بعد تقدر تطيبها هكذا؟ أو ما عباليش. إيه واش راكي ديري؟ أنتي واسمك؟ أسيل. أسيل شحال في عمرك؟ ستة. واش راكي ديري هنا أسيل؟ واش راكي تخدمي؟ وريلي. يوه عندها سلسلة طويلة أسيل، فيها بزاف ألوان. سما هذه مقارون تاع سوسيمي. واش درتي لهم هنايا؟ درتي لهم سلسلة؟ زيد أنتيا واش خدمت لنا هنايا؟ شنشلة. وري لهم وري لهم. واش درت هنايا؟ شنشلة. وصلنا؟ اصبر دقيقة. واش خدمت أنتيا؟ شنشلة. سنسلة. صح، أنا ثاني نخدم سنسلة كما هو. ورا الخيط تاعي، أنا واحد بيدي تدي لي خيط. واش لازم نعقدوه؟ شوف راح نبداو نسي نخدم سلسله انا تانيك. نشوف واش نديرو، واش نديرو مع الاول، واش نديرو؟ نبداو ندخل هادو، نحطو غير في المقارون داخل. شوف معاك وبدا دخل تعمل المقارون هذا. اوكي السلسله تاعي كبيره بزاف. قول انت يا خدمت. اروح اروح صاحبي، اروح عندي، اروح اروح، خل الدنيا يخلي يجيج معايا شويه. اروح سبقوا له، سبقوا له صاحبي، سبقوا له. اوه اروح اقعد اقعد، خليه يقعد معنا هكذاك. زيد اوبلا. وش راك؟ بس. واسمك؟ ميدو. واسمك؟ ميدو. ميدو ميدو شحال في عمرك؟ فني. عجبك الحل هنا عند سوسيمي؟ ايه. واش راك دير؟ واش راك دير؟ هبط لي هذا شويه. واش راك دير؟ ندي هذه. وري لهم واش خدمت، وري لهم. يا خدم خدم براسلي بالمقارون. ها مليحه. تعاوني تعاوني. ايه. تخدم معايا؟ ايه. هاي نخدمو كيف كيف هاي. قالوا لي تعرف تغني؟ ايه. تغني لي غنية؟ ايه. هيا غني لي. نسي يا يسوع يا 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 يا. هي هي هيا خلاص قال لك لي غني. سبقوا له سبقوا له. صاحبي هاي غنى لي غنية فور. ها جاتني شابة، أصبر، جاتني شابة. أعزائي المشاهدين كما شفتوا خدمنا السلسلة تاع المقارون تاع سوسيمي. خلاص عاود وليا. روح عاود عاود. خلاص أصبر خير.
كما شفتوا اعزائي المشاهدين انا خدمت سلسله بالمقارنه تاع صوصيمي ما نعرف اذا نطيبها وناكلها ولا نخبيها عندي. نعاود نولي لكم البلاطو عند صديقي رؤوف زراره وبعد نزيدو نشوفو. الى اللقاء، ديروا لهم باي باي. عباس، اذا كما شفتوا كانت هي الاجواء في جناح صوصيمي اللي راه حاضر معنا هذه العلامه من بين المساهمين في هذا المهرجان ايام البيتزا والباستا في طبعتها الثانيه. اذا الاجواء كانت هائله مع الاطفال ومع مستر براولي. مازال متواصله معكم ولي نختموا به بلاتو اليوم وعدد اليوم من هذا التغطيه من بلاتو جناح فور كيتس، قناه فور كيتس، هذه القناه اللي راح تطلع عليكم راح تدخل بيوتكم وراح تنقلكم هذه الاجواء اللي انتم ما قدرتوش تحضروا معنا في منتزه صابلات. واللي مازال ما جاش يجي يحضر معنا باش يعيش معنا هذه الاجواء مع الاطفال مع العائلات الجزائريه. وانا قبل ما نقول لكم الى اللقاء ومع السلامه راح نخليكم مع الحفل الخاص بمستر براوني واللي حاضرين معاه، نشوفوا الاجواء معاه كيفاش كانت، وراح نتلقى بكم اكيد في عدد اخر وفي بلاطو اخر وفي ضيوف اخرين والاجواء دائما المميزه. سلام. نروح الى هناك تلفزيون خاص لو حاضر معنا خاص بالاطفال فور كيدز، وراح نخلوكم فوالا راح يقدموا لنا حصه ونخلوكم تستمتعوا معاهم. فور كيدز من فضلكم تفضلوا صفقوا عليهم يا اطفال، يلا صفقوا عليهم. راكم تشوفوا لا تلفزيون فور كيدز تاع الاطفال. مرحبا بكم، مع السلامه. مرحبا بكم. دونك اكيد الاطفال راح يستمتعوا معاكم في ايام بيتزا والباستا في الطبعه الثانيه. شفت الحال كيفاش يجري ديجا ايناني. مرحبا بك ديجا. ديجا انا فرحان بزاف كي متواجد هنا مع العائلات، وراني فرحان اكثر كل قناتنا قناه فور كيدز راهي الشريك الاعلامي تاع هذا المهرجان. شرف كبير لنا انه نلتقي بالعائلات الجزائريه هنا في منتزه الصابلات. يبقى نخلوك مع الاطفال. يا اطفال راكم فرحانين؟ انا ما سمعت والو. يلا احنا تاني تانا فرحانين بكم، رانا فرحانين بتواجد كل العائلات اللي جاونا اليوم وحضروا ومازال يلتحقوا بنا عائلات ان شاء الله من الان الى منتصف الليل. اذا خليكم تستمتعوا مع الحصه الخاصه بالاطفال. يلا شكرا لكم. دوكا نجي لكم. واش راكم يا اطفال؟ ما سمعت والو. واش راكم يا اطفال؟ عجبكم الحال هنا في مهرجان البيتزا والباستا؟ شاركتوا في الورشات ولا لا؟ انا شوف انا حبيت ندير شويه حركات معاكم قبل ما نبدا العرض. داكور عطا ايمان وازدي عطيني نيميرو كامل تصحوا اطفال كامل نوضوا في المكان تاعنا نشوفكم. وروني نشوفكم يا اطفال راكم هنا، طلعوا يديك. شكرا لكم، عطينا تحية كبيرة لكم النهار تاع اليوم. نبداو عرضنا مستر براوني وقناة فور كيدز.